مين قال ان المحافظة على المي هو واجب لكل واحد منا؟ اولا اذا ما عندكم عداد على خزان المي ركبوا واحد، هيك بتراقبوا المصروف الشهري تبعكم. ثانيا راقبوا كل الاساطر والحنفيات بالبيت وشوفوا اذا في ترويح مي اكثر من 50 جالون بيروح هدر سنويا من وراء حنفية عم بتنقط. ثالثا خذوا دوش سريع، كل ما المي سخنة كل ما عبالكم طولوا اكثر تحت الدوش. على فكرة دوش مي فاترة او مسقعة احسن للبشرة، ما تعبوا الباثتب مي وتعدوا فيه مطولا، ما تحلقوا والحنفية مفتوحة، ووقت تفرشوا اسنانكم سكروا الحنفية، افتحوا السيفون وحطوا قنين بلاستيك فاضية داخل خزان المي، هيك كل ما بتشدوا السيفون كمية المي المستعملة بتكون اقل، افضل ما تدوروا الغسالة غير ما تكون مليانة وزيت الشي بالنسبة للجلية. مين قال اذا اتبعتوا هالنصايح بتخففوا من هدر المي؟ انا قال، شوفكم بكره.